football americano. اليوم ختامي لفعاليات انا جوال، برنامج انا جوال التدريبي اللي له على مر سنه. طبعا هذا البرنامج مر في مراحل متعدده، كان الهدف الشخصي الهدف الاساسي عفوا منها اثراء شخصيه الطالب وتقديم يعني المعلومات وتقديم انه يعملوا طالب بشخصيه اخرى، مثل تقريبا مهارات البيع، مهارات الشراء، مهارات التعامل مع الزبائن، مهارات العلاقات العامه. كان هذا البرنامج مليء بالمفاجات، كان هذا البرنامج مليء بالامور التي تعلمناها خلال هذا البرنامج. طبعا مده البرنامج السنه هو دائما وباستمرار تقوم به شركه جوال في مختلف جامعات الوطن، في الجامعات الفلسطينية سواء في الضفة أو قطاع غزة. لذلك اليوم طبعا هو كان ختام هذه الفعاليات لكل هذه الأنشطة اللي قمنا فيها بحفل ختامي رسمي حضره العديد من شخصيات جوال لتتويج هؤلاء الطلاب وتقديم الهدايا والجوائز للحضور. خلالها كثير فقرات سواء فنية أو نشاطات أو صحبات أو هدايا. الحمد لله الحفلة كانت ناجحة، وهذا الحفل هو ختام سنتنا التدريبية الكاملة كانت في أنا جوال. كانت تجربة كثير حلوة، وبنصح كمان الطلاب الثانيين يسجلوا بالدورة الجاية لأنا جوال. طبعا شكرا لكل اللي حضروا، أكيد كان في يعني اغلب اللي حضروا يمكن اخذوا جوائز وهدايا، وشكرا لكم لتغطيه الحدث هذا.